والله في حالات كثيرة في المنطقة يعني غريبة. في الزمان السابق ما كان بتوجد هنا في المنطقة، في حساسيات في الجسم وفي التهابات المعدة، في حالات الهيباتيتس ظهرت برضه حالات كثيرة، اللي هو الكبد الفيروس، فيروس الكبد البائدة ظهرت برضه حالات كثيرة جدا. برضه في حالات التهاب المفاصل، يعني أعمار من 50 سنة وفوق بتلقى الناس الواحد تعبان ما يقدر يقوم وينزل، عود إلا بواسطة مسكنات، بواسطة مراهم، فحاجات كانت نادرة في البلد دي. برضو في إجهاضات لكن ما للدرجة المتاعة، يعني في حالات إجهاض في المنطقة. الحاجات دي اتزامنت مع شنو بالتحديد؟ هل في مسبب معين أو في شكوك بخصوص مسبب معين؟ والله هي شكوك طبعا، الناس قاعدين في المنطقة دي، المنطقة دي منطقة بترول، هاي فيها حاجات كثيرة بتسبب الحساسيات بتاع بالذات، يعني زي ما بنقول الشوارع في الحقل جوا هنا كلها شوارع ترابية عبارة عن ردميات، الردميات دي بيكبلوها موية بيسبدوها في وقت الغبار بمياه مياه المعالجة اللي هي فيها مواد كيماوية وكده، يعني لما تنكر رش الردمية تلقى الأرض ذاتها كده لونها أبيض، بعد شوية حينشف الموية دي وحتمشي العربات والغبار ده بيسوي في حالة تحسسات في الجيوب الأنفية كثيرة. المهم حاجات نادرة الفيديو اسمه قبل كده. ما في جهة صحية أو في أي جهة جات تنظر في الموضوع بتاع الأمراض ظهرت فجأة؟ والله يا أخي ما في حاجة، ما جاتنا حاجة ظهرت لنا.